كنقولوا نرتاحوا صافي با دير نخسروا لي بروشان ماتش ونيساي باش نكونوا توجور كونسونطري بور با بيرد لي بوين فاسيلمون ان شاء الله نزيدوا نفرحوا الشعب تاعنا ان شاء الله. كيفاش جاك البوبليك ديال الرجاء اليوم؟ البوبليك ديال الرجاء ماشي من اليوم توجور كان يساند فينا توجور كان معنا مالغري لي ريزلتا نيجاتيف اللي كانت معنا ديال ديبي مي الحمد لله كان توجور يعاوننا وتوجور داير الثقه فينا ان شاء الله هاد الثقه ان شاء الله ما نرجعوها له ان شاء الله دي تيتر. لا لا الفرق ما كاينش هاهم كامل خاوه خاوه وهذه تاع الجزائري وهذا التونسي هذه جو بونس با راح تفرقنا ان شاء الله. سي فري راح يكون اجهاد وهذا فضل الحمد لله نشكر الستاف ميديكال اللي راهو كان يعاون فينا وقام بمجهود كبير اللي خلى اللاعبين يكونوا في افضل اريحيه وان شاء الله سي سا لو فوتبول باش تلعب في كرون كلوب لازم تادابت مع هذا لو ريتم. اسبري ديكيب وما فماش لوجيك تاع جروب وما فماش تضامن معنا وين نمشيو قوة الرجاء في المجموعة المجموعة تعيش مليح وماهوش ساهل باش المجموعة توصل تعيش مليح هذاك 15 ولا 16 ريكروتي جاو سنان اللي جوا الكادر قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة ستاف تكنيك زاد نفس الشيء الإدارة نفس الشيء اللاعبين الكل قاعدين مصهرين في لي فالور اللي تحطوا إن شاء الله ربي يوفقنا ونمشيو لبعيد إن شاء الله. والحمد لله كيف ما شفتوا المباراة فداس المباراة الحمد لله مزيانه كنشكر اللاعبين على الاداء ديالهم على الروح القشريه ديالهم الحمد لله درنا نف بوان فالحمد لله غادي نلعبوا بواحد غنلعبوا مرتاحين ان شاء الله في المباريات الجايه ان شاء الله ديال الشامبيونز ليغ الحمد لله يعني عندنا واحد الجروب هذه السنه فخالقين يعني واحد الجروب اللي هو مزيان طامحين ان شاء الله باش نمشيو بعيد في الشامبيونز ليغ ونفرحوا الجمهور ديالنا اللي كيتسنانا وكنشكر الجمهور بزاف اللي شجعنا اليوم وساندنا وساند جميع اللاعبين وان شاء الله نساو هذه المباراه هذه ونفكروا في المباراه ديال المغرب تطواني ان شاء الله. الانتصارات ما كيجيو الا واحد العمل وواحد المجهود اللي كيديروا الدراري واللي كيديروا الستاف الحمد لله كنعرفوا كيفاش نديروا المقابلات واخا في ظرف قصير كل يومين كنلعبوا ماتش والحمد لله كنعرفوا كيفاش نديروا المقابلات وكيفاش نديروا الريكيبيراسيون وهاد الانتصارات كنهديهم للجمهور اللي ما كيبخلش على الفرقه ديالو كنبغي نقول لهم ان شاء الله كنوعدهم ان شاء الله هذا العام غادي يكون على خير ان شاء الله ويزيدوا شويه يصبروا كما نقول لك كل يومين كنلعبوا ماتش كنحاولوا نديروا كاع لي موان ديال ريكيبيراسيون باش نكونوا في لافورم والحمد لله بالمجهود ديال البريباراتور فيزيك وديال لونترينور كنعرفوا كيفاش نجيريو ريوسنا قبل ما نبداو المقابله هذاك الشيء غير بسيشيك والحمد لله كندخلوا المقابله ملي كنشوفوا البوبليك ديالنا ما كيبقى يبان لك العيا لا والو كتشوف غير تخرج 100% ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.